بيئة الخليج العربي تختلف تماما عن بيئة البحر الأحمر، اللي يميزها من الناحية الجغرافية والديموغرافية حقت الخليج العربي إنها تعتبر شولو ووتر، فالتأثيرات البيئية غالبا تكون انكريس مضاعف أكثر في الخليج العربي. مثلا لو جينا نقارنها بالبحر الأحمر، كون انه بحر وعباره عن شوك، ففي اعماق مختلفه وتنوع مختلف. طبيعه الخليج العربي والشل ووتر اللي وانواع التيارات اللي بتدخل الخليج العربي هذه كلها قد تكون لها اثار سلبيه اكثر منها مقارنه لو تكلمنا عن بناء الجزر في البحر الاحمر.